السلام عليكم شباب، شو اخباركم؟ عساكم بخير، ان شاء الله تكونوا بصحه وسلامه. ابل نزلت تحديث iOS 13.6 اللي فيه ميزه تكلمنا عنها من 3 اشهر، وكنا اول اشخاص في اليوتيوب يتكلم عنها لان مصادرنا دائما موثوقه، واللي هي استخدام الايفون كمفتاح تفتح وتشغل السياره بدون الحاجه الى المفتاح الرئيسي للسياره. بالاضافه في تسريب رهيب، اخيرا ابل راح تحل مشكله الكيبلات في الايفون، وراح تنزل كيبل قوي جديد بتصميم جديد مع الايفون 12. كل هذا واكثر في فيديو اليوم، لكن قبل لا نبدا، اذا كنتم من عشاق التقنيه وعشاق شركه ابل، فكروا في الاشتراك في القناه، لان دائما نسوي مثل هذه الفيديوهات. خلينا ندخل في التفاصيل. ابل صار لها تشتغل على تقنية تخلي الايفون كمفتاح تفتح سيارتك، تشغلها، تطرش المفتاح عن طريق الواتساب، وتقدر تستخدمه مثلا مؤقتا لفترة محددة انت تحددها بكل سهولة، وتكلمنا عنها من 3 اشهر في هذه القناة. واخيرا iOS 13.6 راح يضيف هذه الخاصية، لكن هذه الخاصية حاليا شغالة لنوع من سيارات البي ام فقط، لكن الحين ابل قاعدة تشتغل مع الشركات عشان يكون هذا المفتاح قياسي، يعني شغال على معظم الشركات مثل كار بلاي واندرويد اوتو، يصير متوفر حق كل الشركات. يعني هذه تقنية واعدة توها طالعة، بتبدأ بسيارات محدودة، بعدين بتتوسع حق كل الشركات، وراح انا وانت نقدر نستخدمها حتى حق السيارات الثانية مثل ليكزس، تويوتا والى اخره. لكن حاليا حق سيارات البي ام، خاصة حق سيارات سيريز 4 من بي ام دبليو 2021. طبعا هذه التكنولوجيا بعدها ما جاهزة 100%، حاليا بتحتاج انك تجيب الايفون اللي عندك وتلمس مكان المقبض للباب، وبعدها راح تفتح السيارة وتقدر تشغلها وكل شيء. لكن في المستقبل القريب مع iOS او ايفون 12 والايفون 11، هذا ال 11 و 11 برو، في تقنية اللي تكلمنا عنها سابقا عدة مرات واللي هي اليو 1 شيب، راح تخلي التلفون في مخباك وبعدها تفتح السيارة بدون الحاجة انك تلمس مقبض الباب. من غير هذه الميزة، تحديث iOS 13.6 في ميزات ثانية، منها اصلاح العديد من الاخطاء البسيطة، بالاضافة اضافة تفاصيل اكثر في تطبيق الهيلث او الصحة، فأنصح أنكم تحثوه لأن ما سمعنا أي مشاكل في هذا التحديث. من جهة أخرى، المسرب الشهير Love to Dream سرب هذه الصور، يقول إنها آيفون 12 راح يجي بكيبل جديد راح يحل مشكلة كيبلات آبل التعبانة. أنا بصراحة في البيت عندي أكثر من 10 أجهزة آبل، لكن ما أستخدم ولا كيبل من الشركة الرسمية، دائما أخذ من شركة أنكر أو هذه الشركات اللي دائما يكون الضمان سنتين أو أكثر ويكون فيها حماية أكثر. فآبل أخيرا راح تضيف هذا الشيء، راح تضيف خيوط إضافية، ما أعرف باللغة العربية شو اسمها، لكن بالانجليزي اسمها بريدد كيبل، راح يكون اقوى بكثير عن الكيبل النايلون اللي الحين تستخدمه ابل. ومن المتوقع ان هذا الكيبل الجديد بتصميمه راح يحل مشكلة التلف المشهورة من طرف الكيبل الحالي. وهذه كانت الاخبار لهذا اليوم، لا تنسوا تعملون لايك وسبسكرايب للقناة اذا عجبتكم. شكرا لكم على المتابعة والكلام الجميل والتعليقات، ولحد الفيديو القادم اشوفكم على خير.